السيل ده بدأ من الساعة 3 صباحا، بدأت مطر عادية يعني. بعد شوية شنو بقت شنو الموية بقت ماشية لزيادة ماشية لزيادة ماشية لزيادة. الموية دي لما انحصرت الحد انتشرت، مناطق كلها شنو حاطت بالمياه. بقت شنو الأسر في المعاناة تطلع كيف وكده، بتشيل الأطفال الصغيرة بنزعفهم عشان نطلعهم برا، والناس دي يعني فقدت حياة كثيرة يعني، كسروا حيوانية، كموات تموينية، كموات تموينية، فقدت أرواحها، فقدت حياة كثيرة، فقدت البيوت. يعني الناس دي يعني بالحياة البسيطة كده ناس بادي يعني شغالين يعني رزق اليوم باليوم. طلعنا ولا حاجة، شلنا شفانا بس ومركنا وما عندنا أي حاجة. قلوش البسيطة اللي عندنا ده ذاته الموية شالوا وفات بون. هسه حاليا أنا يعني ذات أولادها عيانين وما عندي قلوش أودي المستشفى ذاته. احنا كإدارة الدفاع المدني يعني استلمنا الخيام وقمنا بالشغل شغل الطوارئ. نصبنا الخيم زي ما شايفين الخيم على غرب الزلط، هنا منطقة تكون بتاعت عملنا زي ما بقول إيفاكويشن بلان إخلى للأسر كلها. الحمد لله يعني الأوضاع حاليا ماشية مستقرة، المواد التموينية وصلت للناس، المساعدات وصلت للناس. على